السلام عليكم. نحن الآن في جزيرة بالي شارع كارتيكا بلازا، أصور لكم فيلا 18 سويت. فيلا تكون من غرفة واحدة. هذا الدور الأول، الدور هذه قاعدة، الصالة هذه هي الصالة، هذا هو مسبح خاص، غرفة مع مسبح خاص، طبعا تأتي متصلة، تأتي كونكتينج روم. هذا باب الفيلا المتصلة. هذا الدور الأول، دور التنمية خاصة بالدور الأول، طبعا بدون شطاف، هذا يحصل على شطاف. الدور الثاني فيها الغرفة، غرفة منعزلة تماما، حمامها الخاص. هذه هي الغرفة، فيلا مع مسبح خاص، غرفة واحدة. هذه الشاشة، سرير كينج واسع. هنا دور التنمية، هنا البانيو، طبعا تحتوي على شطاف. هنا شاور، فيلا 18 سويت، تكون غرفة واحدة مع مسبح خاص، شركة المحيط للسياحة والسفر.